حكومه الدكتور كغيرهم من القطاعات يشكو موظفو القطاع التربوي في محافظة تعز غياب مرتباتهم حتى مع نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن والحديث عن وضع معالجات لموظفي الدولة. الحكومة لم تقدم شيء وإنما قدمت وعود كاذبة مثل وجوههم، لو أن هناك مؤجر يطالبهم، لو أن هناك بقال يبحث عن ماله، لو أن هناك طفل من أطفالهم يجوع لكان شيء آخر، لكنهم في غياب. تظاهرة القطاع التربوي للمطالبة بسرعة صرف المرتبات الشهرية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فيما يبدو، خصوصا بعد توقفها ما يقارب 6 أشهر في ظل وضع معيشي صعب يعيشونه بسبب الحرب. هذه رسالة نوجهها اليوم للحكومة بأن تتم صرف رواتبنا والذي متضمنة منذ 6 أشهر لم نستلم أي راتب لحد الآن، فعلى حكومة اللغة أن تصرف لنا رواتبنا كون احنا بحاجة إليها. يتساءل الجميع هنا إلى متى ستظل هذه المدينة تشكو من عدم الاهتمام بها، خصوصا فيما يتعلق بصرف المرتبات أسوة ببقية المحافظات، حيث تزخر بعدد مرتفع من نسبة القطاع التربوي في الجمهورية، بينما تكتفي الحكومة الشرعية بموقف المتفرج ولم تقدم لهم سوى الوعود حتى اللحظة. ما يزيد عن 43,000 معلم ومعلمة ينتظرون دورهم في الحصول على مرتباتهم المتوقفة منذ 6 أشهر من حكومة لم تقدم لهم سوى الوعود حتى الآن كما يقولون. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.